في نهار من نهارات قررت يسرى أن تعمل مشروعها الخاص مطبعة، ولكن المجهود متاعها ما كانش كافي وكان لازم تاخد نميرو بريفي من رئاسة الجمهورية. ألو، عسلامة يسرى، معك رئاسة الجمهورية، وراو هكا وهكا عطيتنا مطلب، تنجم تمشي تحضر أوراقك وتصبهم عند البي تي اس. قالت كان خلص هذا وما نعرفش، بقيت نخمم بالحق، ديما نخمم، ساعات ما نرقدش الليل وانا نخمم كيفاش باش يخلص هالقرض. تمشي المندوبيه الجهويه بجندوب نتاع التضامن الاجتماعي، يقول لك ما عندكش الحق في المنحه نتاع 200 دينار اللي هي اللي حاملين البطاقه الاعاقه واللي حاملين الاعاقه نورمالمون يتمتعوا بها. اليوم طلب يسرى هو مطلبي الوحيد، هما برشا مطالب كما قلت، أما الوحيد أنه القرض هذا الدولة أقل حاجة تنجم تعملها معايا أنهم يخلصوا لي هالقرض. باش نقول لك عندي توا 4 شهور ما مشيتش الموعد متاعي، ما نجمش معناها باش نخلص كراء باش نشري سلعة باش نمشي للموعد ما نلقى باش نمشي. فما تحاليل تمشي للسبيطار يقولك ما عندناش تعملهم البرة، فما شطر تعملوا شطر ما تعملوش، البرة غالي. بالحق عندي 4 شهور ما مشيتش للموعد ما لقيتش باش نمشي. وفي متابعة لحالة يسرى مشينا معاها للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بفرنانة. المطلب الأساسي لهنا اللي هو علاش 200 دينار ماهيش من حقنا،
اللي وين تتلفت يقول لك ما عندكش الحق، ما عندكش كون عنده الحق. نحب نقول لك اللي احنا ذرا باعتباركم انكم عائله هشه من وكيفله لمعاقين، تم التدخل للعائله سابقا وتم تمكينكم من بطاقه علاج مجاني، وتم تمكينكم في حق في شخص والدك في حقكم انتم ثلاثه، وتم تمكينكم من اعانه قاره يتقاضاها بوك في بعدها في حقكم. انت تحب تعمل مطلب اخر راهو نحنا ما عندناش حتى مشكله. انت جيت خذيت جبت لنا مطلب، ما جبت لنا جبت لي مطلب، مش تسال تجيب لي مطلب كتابي. لا ما جيتنيش، لا بالنسبه لي انا ما جيتنيش حتى مره باش نعمل هكا المطلب ولا النسخ. لا مش يلزمك تعمل مطلب، يلزمك تتقدم بمطلب للحصول على اعانه قاره اخرى في حقك انت، ونحن وقتها ننظروا فيه نعديوها على التقاطعات بتاعنا. فعندنا دو فولي اخرين نجموا زوز برامج اخرين نجموا ندخلوا فيهم الكيما يسرى، باعتبارها انها على حسب انا نعرف اللي هي عندها شهاده عليا وعندها اختصاص تباعه حسب ما انا نعرف، وقامت قبل بايداع ملف في مشروع في اطار التمكين الاقتصادي وعديناه لها، وصلوا لبوها رفض في اخر جلسه بعد الموافقه النهائيه، بوها رفض وسحب الملف جو خاطر وقتها انا طلبت مطبع وما عطوني مكتبه. شنو نعمل بها انا مكتبه في البلاصه هذه وهو ديجا فما برشا مكاتب؟ معناها انا حبيت مطبع في اختصاصي في شهادتي. كنت تنجم، فما حتى اشكال تنجم توا تعاود. كان انت عندك الرغبه انك تخدم في اطار التمكين الاقتصادي راهو نجمو نعاودوه الملف نتاعها، تعاود تجيب لنا نفس الوثائق نتاعك وتعمل لنا مطلب ونعديه لك الطباعة المطبوعة اللي تحب عليها انت، المشروع نتاعك في حدود 50,000 دينار. اذا البرنامج هذا نتاع التمكين الاقتصادي مازال قائم علاش لا؟ إذا كان هي راغبة فيه وما زلت تحب تواصل فيه المشروع هذا ما عندنا حتى مشكلة، تتفضل تجيب لنا الوثائق المطلوبة متاعك ونعطيوك الوثائق زادة متاعنا احنا المطلوبين المطلب اللي باش تعمله وتتقدم به في السنة الجديدة ونخدموه لك نعديوه لك ما عندنا حتى إشكال. مرحبا بك. نجم زادة تعمل مشروع آخر في إطار بعض برنامج موارد رزق للمعاقين القادرين على العمل، زاد تنجم تبع فيه موارد رزق معناها تنجم تقدم فيه، تابعنا احنا زاد تبع وزارة الشؤون الاجتماعية، تنجم تجيب مطلب وتقدم. معناها اذا انت عندك الرغبة انك تخدم وتندمج في الدورة الاقتصادية اما فما حتى مشكلة عندنا البرامج، تتفضل تجي تسألنا واحنا فما حتى اشكال. ما زلنا مرافقين يسرى في مشروعها وللحديث بقية. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم، ديما تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك احنا معاك، ولا تبعثونا باقتراحاتكم على ادرس ميل احنا معاك @الحوار.تن، وما تنساوش احنا ديما معاك.